السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. أشار تقرير صحفي إيطالي إلى إمكانية استغناء نادي روما الإيطالي عن خدمات لاعبه الدولي الجزائري حسام عوار خلال نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة. ووفقا لما أورده موقع كالتشو ميركاتو، فإن روما يدرس بجدية إمكانية التخلي عن حسام عوار على شكل إعارة في شهر جانفي المقبل أو بيعه في حال وصول عرض جيد. وأكد المصدر نفسه أن المدرب جوزي مورينيو والمدير الرياضي تياغو بينتو أن حسام عوار غير قادر على التكيف مع طريقة لعب روما بسبب لياقته البدنية، ما يجعل مغادرته الفريق في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة أفضل حل لوضعية اللاعب. وكشف المصدر ذاته عن وجود عائق قد يصعب من مهمة رحيل حسام عوار عن روما في الميركاتو الشتوي المقبل، يتمثل في مشاركته مع المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا 2023 بالكوديفوار، وهو ما سيكون من الصعب على أي نادي ضمه. جدير بالذكر، خاض حسام عوار لحد الآن 14 مباراة في جميع المسابقات مع النادي الإيطالي بمجموع دقائق، لعب خلاله 716 دقيقة وسجل هدفين، ولم يقدم أي تمريرة حاسمة، علما أن عقده ينتهي في 2028. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.